انا الاسم ديالي ادريس عابدي، اللقب بالغواطي، وانا جندي سابق ومتطوع في المسيره الخضراء. هذاك شرف ليا والله وملكي ووطني. انا توصلت واحد الحقره من طرف السلطه المحليه، قائد الدائره الحضريه دبن سوده، راه هاني بواحد الكلام اللي ما يتقالش، ولكن بدا عاوتاني السبب علاش. بان واحد الجار عندي افتح واحد المحل، اعطيني الرخصه ديال مقشاده، هو كيستغل فيها القهوه بالمشروبات الكراسي على برا في الممتلكات ديال الدوله في كل شيء، والجامعه عاطيه متر ديال العرض على 7 متر و60 ديال الطول ديال المحل ديالو، هو مستغل تقريبا من فوق 50 متر. الجهه اللي كانت تصل بها اللي معنيه بها الامر راه كتقول لي غا كتسبق وصافي، وهو متقاعد في البلديه، والسيد اللي وقف معاه وهو مدير العام ديال جامعه فاس، بان خرج عنده متقاعد. الى خرج متقاعد ما يضغطش على المساكين. نعم سيدي، قلتينا بلي هذا السيد عنده الرخصه ديال المقشاده، عندك الحاجه شنو كيثبت بلي هذه الرخصه عنده ديال المقشاده؟ كاينه قلت لك راه كاينه. عندك الوثائق؟ عندي الوثيقه ديال المقشاده وديال الامطار اللي زايده للجامعه. هو عندك الوثيقه اللي كتعطي عاطينو غير متر ديال عاطينو غير متر، وفي المسائل في الوريقات كاينين فيه متر على 7 متر و60 ديال الطول ديال المحل. سيدي يمكن لك تشرح لنا باش كيضرك هذا السيد؟ هذا السيد سيدي انا الضرر كيضرنا بالصداع، وكان واحد الولد عنده نذكر، يمكن لي نذكر الاسم، الولد الكبير كان كيتجر في المخدرات تما داخل القهوه وخارج القهوه، ونت انا اتجهت للسلطه واتجهت للعماله واتجهت للوزاره والاميره لاله مريم، الديوان الملكي، وسيط المملكه، الوزاره المكلفه بحقوق الانسان. قدمتي شكايات ديالك؟ كلهم الشكايات عندي. كيف درتي الشكايه؟ صيفطتيهم عبر البريد المضمون ولا نزلتيهم بعين المكان؟ لا هادو كنصيفطهم في البريد المضمون. ريكوموندي بلا فيش الحمراء. كاين اللي ترجع لي وكاين اللي ما رجعتليش. لا انا اللي رد لك الجواب من هاد الناس اللي تواصلتي معهم المسؤولين؟ اللي جاوب لي الداخليه، السيده مفتشة العامة ديال جامعة التراب الوطني زينب العدوي، عطاتني جاتني للدار ديك الجواب ديالها، قالت لي تمشي للولاية. مشيت للولاية دفعت، ما كنعرف فين الشكاية ديالي فين كتمشي. ملي كنمشي كيقول لك سير للباشا، ملي كنمشي للباشا كنقول لك صيفطها للقايد. القائد ملي كيمشي لعندو قال لي راني رجعت الموضع المعني به الامر. فين كنولي حتى للولايه كنسول في ديك الخانه ديال الشكايات، كيقول لك راه مشات للجهه المختصه. شكون هاد الجهه نتبع بالشكايه ديالي؟ كيقول حنا صيفطناها داكشي ماشي شغلنا. يعني ما بغاوش يقولوا لك شكون هي الجهه المختصه؟ لا ما بغاوش يقولوا لي، حتى بقيت كنبحث انا براسي الجهات اللي مكلفين بالسلطه ولا بالجامعه ولا باي واحد. كنمشي كاين الله يخلف عليه الله يكثر خيره اللي كيستقبلني، وهذيك هي الغيره ديال المواطن على التراب ديالو وعلى وطنه. وكاين اللي كيقول لك اسيدي انا ما عندي حتى شي حاجه. لمن غنتجه مشيت حرقت كبيت ليسانس عليا وشعلت النار في ذاتي على الظلم. في 2017 كبيت على راسي في جامعه ديال بن سوده، مقاطعه بن سوده، وشعلت العافيه في راسي وتحملت اللهم نموت ولا نبقى في هاد الحقره ديال المسؤولين ديالنا الله يهديهم. بهذه المساله هي على ارتباط بهذه القضيه؟ على هذه القضيه، وجاوا الصحافه عندي حتى للدار.
هذا الشيء انا كان نطلب نداء من هذا الجندي السابق ومن هذا المواطن الغيور الى جميع المسؤولين في مدينه فاس سواء مدنيين او عسكريين، ينظروا من حالة هذا المواطن ملي كيخرج من السيرفيس اشنو كيوقع له مع السلطات. بالنسبه لقلتي بلي القايد ما تصرفش معاك مزيان، شنو قال القايد؟ الحمد لله ربي كيعطيني الصبر، وموكا كان واحد اخر ومازال صغير، ربما الله اعلم غادي يقتل ويموت. دخلني للبيرو ديال القوه المساعده فين كي يتاوو، كاين نقول لك 4 أو 5 الله اعلم. قال لي الغواطي، قلت له نعم سعادة القايد، قلت له غير خرج، لا كاين شي حاجه اللي غدرك غير خرجها. طيح لي الهضره، قال لي جيتني راجل كبير، موكا كان باين فيك الضو، غندير وندير الامور اللي ما تقالش. انا راني راجل وعندي الغيره على بلادي وعندي الغيره على ولادي وعلى على اي حاجه اللي كت ما تقدمتيش في الشكايه ديالك في هذا الموضوع ديال الاهانه اللي كتقول انت. هذه ها هي مقدمه لما نصيفتها الشكايه، صيفتها للسيد الوالي، ولحد الان راني مازال على الله. كي قال هذاك وقتاش وقع هذا الشيء؟ هذا الشيء التاريخ نهار في هذا الشهر اللي فات. الشهر اللي فات؟ اي في شهر 6. شهر 6 الله اعلم ما في شهر 6. واخا سي غواطي، اخر كلمه ولا نداء اللي تبغي توجه؟ ولما كنتوجه الناس اللي عندهم الغيره على المغرب الحبيب ديالنا وقاهرنا وحاقر المساكين، كنطلب الله تعالى هذا النداء يوصل لسيدنا الله ينصره، ويشوف الجندي السابق ديالو نهار فاش كيخرج من السربيش اشنو كيوقع له. راه كيتمحن وكيتضرب، الا ما تضرب باليد راه كيتضرب بمسائل اللي هي اللي ما تقالش. وكل ما اخرى اللي قال لي السيد القائد، انا جاتني بان حشومه، انا راجل كبير ومسن ونقولها قدام ولادي، راكم بحال ولادي وفي السن ديال ولادي، وما نقدرش هاد الكلمه اللي قال لي القائد راني ما نقدرش نقولها لكم. نعم سيدي، اخر كلمه ولا نداء اللي كتوجه؟ اخر كلمه، انا كنطلب حقي وكنطلب الحق ديال الجيران ديالي، راه حنا مغتصبين بحقنا. والسيد ملي جا هاد القائد ما لقاش القهوه هكا، كيلقاها عاديه، وملي جا هو زياد دار داك الماموني ديال القصب. واش حنا في مجال قراوي؟ احنا مجال حضاري. واش حنا عندنا الكسيبه المعيز في واد فاس ودير لهم داك الكرياج ديال القصب باش ما يخرجوش؟ انا كنعرف بان الا كان عنده الحق بالسيف مني، والا ما عندوش هاي الحق يستسلم للحق. وانا كنطلب الخير لهذا المحل، الله يزهره ويزيد يزهره على كلمة الحق. وأي مسؤولية أي عقوبة أو شي حاجة اللي بغى يبنيها ليا شي واحد أنا مستحملها. أنا إلا نجحت في هذا الشيء عندي خير مع الله ومع العباد. أنا عندي الغرض ديك الموضع اللي محتلها وماشي من حقه يدخل يجلس فيها الشيباني والشيبانية، يجيو دايز الرافدين تقول ويقولوا بسم الله. وهذا النداء اللي كنقول والنداء الكبير كاع، الله يهدي علينا الحكام ديالنا، الله يهدي علينا الحكام ديالنا، الله يهدي علينا الحكام ديالنا، والسلام عليكم.